حياكم الله سادتي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية في كل مكان، وأعظم الله لنا ولكم الأجر بهذه الملحمة العالمية والثورة العالمية، وهي أربعينية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. ولا زالت مجموعة قنوات كربلاء الفضائية في هذا الطريق المبارك وهو محور نجف كربلاء، تنقل لكم تلك المشاهد العذبة المباركة لزائري الإمام الحسين عليه السلام وهم قاصدين إلى تلك الأرض المقدسة والبقعة المقدسة وهي مرقد سيد الشهداء عليه السلام. أحبتي اليوم لو نتحدث عن الكرم الحسيني والكرم العراقي لنجد أن الخدمات مستمرة من قبل المواكب الحسينية والكثير ممن يستقبل الضيوف لتقديم الخدمات إليهم على مدار الوقت. حتى لا نطيل عليكم سادة المشاهدين، نستقبل أحد الضيوف وأحد خدمة الحسين، أحد الزوار. السلام عليكم. عظم الله أجرك حجينا. عظم الله أجورنا وأجوركم. من يا محافظة؟ من محافظة نينوى بالتحديد، من سهل نينوى. أهلا وسهلا عمي. اليوم حتى نختصر بالوقت لو نتكلم عن الكرم الحسيني والكرم العراقي، شنو اللي شفته انطلاقك من الموصل حتى وصلت إلى محافظة كربلاء؟ والله شهد ما ينوصف، يعني الكرم العراقي ما ينوصف، يعني إش ما تشتهي تأكل، إش ما تحب يعني يخلوك، يعني إش ما تقول ما تنوصف الكرم العراقي. اليوم ابو الموكب شلون يتعامل يا الزائر بهاي اللهفه بهاي الملوحه بهذا القلب الصافي حتى يستقبل الزائر ويقدم له فد خدمه مباركه؟ يعني ايش ما تطلب منه، يعني يخليك يعني تحت المستحى، يعني حقيقه اليوم الامام الحسين حاضر بهذه الاجواء المباركه. نعم. وايضا يرحب بالزوار، اليوم ابو عبد الله يرحب بالزوار، فكيف انت اليوم تجسد ابو عبد الله وهو يرحب بيك؟ حقيقه موجودين اهل البيت بكل مكان. سلام الله عليهم. السلام. زين اليوم يعني تعدد الخدمات، تعدد المواكب، شنو آلية اللي يستقبلك بها الزائر؟ هلا بزائر ابو علي، شنو الكلمات اللي تسمعها؟ يعني شنو اللي تقول؟ يا هلا بزائر، على عيني زائر، تفضل زائر، اكل زائر، اشرب زائر، نام زائر، اشتحتاج زائر، عيني زائر، قلبي زائر. يعني عمي يعني ايام متتاليه وملوحه الكلام من الخادم تقدم للزائر هذه اللهفه الحلوه الطيبه اللي تنبض بحب الحسين، شلون نوصفها اليوم بهذا الطريق؟ طريق الثوار، طريق الانتصارات، طريق سيد الشهداء. اخي العزيز، لفت وفتر الدنيا كلها، العالم كلها، ما تلقى مثل الكرم العراقي وطيبة العراقي. عطاء حسيني وكرم حسيني. عطاء حسيني وكرم حسيني ما له مثيل. نعم الله يوفقك، ماجورين ان شاء الله. اريد الله يحفظ جميع الزوار، الاهالي الموصل واهالي المحافظات العراقيه. اخر كلام، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. السلام عليك سيدتي ومولاتي جبل الصبر زينب عليه السلام ورحمه الله وبركاته. احسنت، ماجور ان شاء الله، الله يوفقكم. نعم سادة المشاهدين، متواصلين وإياكم، وحتى نطمع يعني الزميل المخرج لنأخذ دقيقة، أحد الضيوف يعني يود أن، أحد الأخوات تود أن تشارك في قصيدة، لو يسمح لنا السيد المخرج. السلام عليكم، عظم الله أجركم. عليكم الأجر عند دخول السيدة زينب عليها السلام. نعم. إلى الشام كان هناك مجلس. نعم. لذلك أقول مجلس بزلم موجود، مجلس بزلم مو خوش، طبت له مره بهزله وواحد قعدته عوجه وحكى ديوان وان اهله وحكى الشال راس حسين وين اخت الرمح نزله، ودنت مره على الراس ودنت وصدت له وما قدرت تكثر بالحكي وياه، فقط كم كلمه قلت له، كد كيدك ولكن من حكيه احله، عوج بالقعده ظل بس الحكي عدله، انا بتلكف وبتلكف واخت الفخر كله. والنعم والله والنعم. متربيه بديوان زينب تقول انا متربيه بالهب، انا خوانها في حله، جيتك حتى ذلك بالحكي وياك، مو انا شفت ذله، ولو ما موقف العباس ما حاكيك، لو ما موقف العباس لا والله ما حاكيك، ولا ديوانك اللي يسوى طبله،
ولا ديوانك اللي يسوى طبعا. الله يوفقكم بس من يا محافظه؟ واسط محافظه. اهلا وسهلا بكم، نتشرف بكم وان شاء الله ماجورين، والله يتقبل زياركم واعمالكم في هذا الطريق المبارك، الله يحفظكم. نعم سادتي المشاهدين، متواصلين واياكم وسط هذه الجموع المليونيه الغفيره المتوجهه نحو قبلة الأحرار الإمام الحسين عليه السلام، وبعض الأبيات التي سنتحدث بها يعني الزائرين الكرام القاصدين إلى قبلة الأحرار. تقول تتعدد الخدمات للزائر أشكال، تتعدد الخدمات للزائر أشكال، كل هذا ومقصرين ونحطك عقال، زاير قصد تحسين ننتظرك أشهر، زاير قصد تحسين ننتظرك أشهر، ما يهمنا من يا دين زايرنا وابشر، وعلمنا حسين أكرم ضيفي، علمنا حسين أكرم ضيفي. نعم سادة المشاهدين، أيضا متواصلين بهذه التغطية المباشرة، والآن نذهب إلى بعض المشاهد الحسينية لزائري الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام.